عاجل منذ قليل مصر بترد على تقرير أمريكي خطير وتحذيرات لكل المصريين بعد عاصفة ترابية شديدة، وعاجل الآن أمين الفتوى بيوجه رسالة للمواطنين بعد حديث السيسي عن أزمة كبيرة، وعاجل حقيقة قيام الدولة بتغيير سعر رغيف الخبز. ننشر التفاصيل لكل المواطنين. ومفاجأة، أوكرانيا بتعلق تصدير 6 منتجات مهمة جدا. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وهتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل مهمة وعاجلة الآن. أمين الفتوى يوجه رسالة للمواطنين بعد حديث السيسي عن أزمة كبيرة. وجه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي عمرو الورداني رسالة للمصريين بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة الإنجاب بعد 2 من الزواج. نعرف مع بعض التفاصيل، ما ماهية الرسالة التي وجهها الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية؟ قال الورداني في تصريحات متلفزة إن المقصد الأساسي من الزواج ليس الإنجاب، ولكن العيش بقيم المودة والسكينة والرحمة، ومن الممكن أن يتزوج البعض ولا ينجب. وأضاف الورداني خلال لقاء ببرنامج من مصر المذاع على CBC أن بعض الأئمة ترى أنه في أزمات الفتنة يجب ألا ينجب الناس، ومنهم الإمام الشافعي إذا كان يرى أن الشخص إذا كان ليس لديه قدرة على الزواج لا يتزوج ويتفرغ لطلب العلم والعبادة. وأكد أنه لا يدعو للعزوف عن الزواج، ولكن في كل الأحكام الشرعية يجب مراعاة السياق الذي نتواجد فيه، وبالتالي فإن تأخير الإنجاب شرعا جائز وليس به أي مشكلة، وقد يكون هذا جزء مما يحصل به الشخص على الثواب. وأشار إلى أنه من الظواهر الخطيرة في المجتمع هي طلاق الأطفال، والمقصود هنا ليس بطلاق القاصرات ولكن طلاق الرجل لزوجته وأطفالها بحيث لا يرى أولاده بعد ذلك. ومن الظواهر الأخرى الخطيرة بحسب الورداني هي زواج التلقيح، والمقصود بأن المرأة تتجه للزواج بهدف الإنجاب فقط ثم تطلب الطلاق. دي كارثة وتحدث في المجتمع وتزيد. وأكد أن السنة الأولى للزواج هي سنة عالية المخاطر لأنها سنة الصدام والمشاعر المتضاربة، لذلك من المحبذ عدم الإنجاب خلالها. اقعدوا الأول مع بعضكم عشان يحصل ما بينكم تطبيع، واللي مش بيحصل إلا بعد السنة الخامسة من الزواج. والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث عن نصيحته لبنته وقال: حد قال لبنته لما تيجي تتجوز انتظري سنة أو 2 وخدي نفسك وعيشي وتعودي على الحياة الجديدة قبل ما تخلفي؟ وقال الرئيس السيسي: ما بتكلمش على تنظيم أسرة خالص، أنا قلت لبنتي كده، قلت استني 2 3 سنين على الأقل. الرئيس السيسي تابع وقال: لما البنت تخرج من بيت أبوها وتروح بيت جديد يختلفوا بعد 2 شهر وبعدين يتطلقوا، طب خدي فرصة وشوفي وبعدين خلفي. وأضاف: والله العظيم أنا قلت لبنتي كده، قلت لها استني 2 3 سنين على الأقل. المصدر معانا كان من روسيا اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وطبعا من المهم جدا يعني كشباب لما نيجي نتجوز ندي فرصة لنفسنا، ممكن البنت اللي احنا اتجوزناها ما نكونش على وفاق مع بعض، احنا مش متفقين مش متفاهمين، فبالتالي هيبقى حرام جدا لما يكون في خلفة وفي حمل وفي طفل جديد واصل للحياة وبعد كده يبقى في طلاق، يبقى كده الخسائر كبيرة جدا. فبالتالي فعلا النصيحة اللي انا هتبعها ان شاء الله اذا ربنا يعني كرمني بالزوجة الصالحة، هنستنى شوية لحد ما يكون في تطبيع لشخصياتنا مع بعض ويبقى في وفاق بيننا وعدم اختلاف، يبقى ساعتها نقرر ان احنا نخلف. ولكن قصة ان احنا نتجوز وبعد كده نخلف على طول وتبقى نصايح الستات للبنت لا اربطي جوزك بالطفل، ونصايح الرجالة للراجل لا انت لازم تخلف عشان يعني تبقى ضامن، ان هي قصص كده يعني مش سليمة وفي الآخر بتؤدي للطلاق. فبالتالي
انا شايف حاجه بسيطه جدا وحاجه سهله جدا، ان احنا نقضي اول سنه سنتين ثلاثه بدون خلفه، نقضيهم حتى يعني تبقى خروجات وفسح، بدل ما نخلف يعني عيل في البدايه ونبقى شايلين هم اكبر من هم ان احنا في حياه جديده. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وهذا الموضوع، عاوز اعرف رايكم بالمناسبه في هذا الامر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. منذ قليل مصر بترد على تقرير أمريكي خطير، وانتقد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر مصطفى مراد التقرير المنسوب لمعهد الدراسات الصحية ببوسطن الأمريكية، والذي زعم بتعرض سكان مصر لجسيمات ملوثة للهواء. مراد قال إنه من الواضح أن التقرير لم يعتمد على نتائج مدققة صادرة من وزارة البيئة المسؤولة قانونا عن إصدار تقارير دورية وسنوية توضح الوضع البيئي لتلوث الهواء في جمهورية مصر العربية، والتي تصدر تقارير منشودة على موقعها الإلكتروني بهذا الشأن. وأضاف استدلال التقرير عن عدم وجود معايير وطنية لجودة الهواء هو أمر غير صحيح بالمرة، حيث تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ملحق مخصص للمعايير الوطنية لجودة الهواء تشمل 2.5 بي ام الواردة في الخبر، ما يؤكد على صحة استدلالنا على عدم الاستعانة بالتقارير والبيانات الصحيحة عن الوضع البيئي لجودة الهواء في مصر. وتابع تتعاون مصر مع جهات دولية متخصصة في شأن تقييم الوضع البيئي والاقتصادي المؤثر لجودة الهواء، ويمكن مراجعة موقع البنك الدولي في هذا الشأن الذي أوضحت آخر تقاريره في هذا الأمر عن وجود تحسن بلغ قدره حوالي 29% في جودة الهواء خلال الخمس أعوام السابقة. كذلك أوضحت الدراسات الاقتصادية من طرف البنك أن التأثيرات الاقتصادية لتلوث هواء منطقة القاهرة الكبرى على الاقتصاد بتبلغ حوالي 1.35% من جي دي بي، ويمكن الرجوع لتلك الدراسات المنشورة على موقع الوزارة والبنك، وهي دراسات تمت من قبل خبراء عالميين متخصصين في هذا المجال. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتحذيرات لكل المصريين بعد عاصفة ترابية شديدة. وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرات للمواطنين عن حالة الطقس في البلاد، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال مصر حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس، خاصة قائلة لا زلنا في فصل الشتاء ولا زالت البلاد تشهد أجواء شديدة البرودة ليلا. وجاء تحذير الهيئة بعدما شهدت مصر مرور عاصفة ترابية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من الخروج من المنزل لأصحاب الأمراض الصدرية وكبار السن والأطفال. وطالبت وزارة الصحة والسكان أصحاب الأمراض الصدرية ومن يعانون ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية بالبقاء في المنزل إلا في حالة الضرورة مع تغطية الأنف عند الاضطرار للخروج. وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد قالت إن مصر ستتعرض لمنخفض صحراوي مصحوب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 27 مئوية في القاهرة، وذلك في ظل اقتراب فصل الربيع فلكيا. مصدر معانا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر مهم جدا معانا وعاجل. حقيقة قيام الدولة بتغيير سعر رغيف الخبز للمواطنين. وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس تنبه بشكل خاص للنقطة الخاصة بالتلاعب بالأسعار بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية على النهار أن رئيس الوزراء أكد على تكثيف حملات الرقابة من جميع الأجهزة الرقابية التي تعمل على ضبط السوق لضبط أي محاولات لزيادة الأسعار أو الاحتكار أو إخفاء السلع على أمل التربح من تلك الزيادة، معلنا عن تكثيف تلك الحملات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للحملات وتعاونا بين الجهات الرقابية التي تتمثل وظيفتها في ضبط الأسواق والمتلاعبين،
وقال سنعلن كل القضايا التي حررت لتكون عبرة لمن يفكر في استغلال الأزمة الحالية في التربح أو التلاعب بقوت الشعب. وذكر المتحدث أن أسعار الخبز لم تشهد أي تغيير بشكل عام، سواء الخبز الحر في المخابز أو المدعم، وقال إن الحكومة لم تقترب من سعر الخبز المدعم منذ 34 سنة، ولم تتخذ قرارا بتغيير سعره حتى الآن. ولفت إلى أن وزارة التموين من المقرر أن تطلق حملات للتأكد بأن القرار الخاص بزيادة أسعار الخبز السياحي هو المطبق، وعدم محاولة أحد استغلال القرارات للتلاعب بالأسعار وزيادتها من تلقاء ذاته. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تمتلك مخزونا من السلع يتراوح ما بين 4 إلى 5 شهور. نوه إلى أن الدولة تستورد تلك السلع من دول مختلفة إلى جانب الإنتاج المحلي، وهو ما يجعلها غير متأثرة بالأزمة الحالية. المصدر معنا كان من صحيفة الشروق المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة. أوكرانيا تعلق تصدير 6 منتجات هامة جدا. أوكرانيا أعلنت تعليق صادرات الذرة والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية، وذلك مع تصاعد ما يحدث فيها. وقالت الحكومة الأوكرانية على موقعها الرسمي إنه تم تعليق صادرات الشوفان والحنطة السوداء والذرة والملح واللحوم والماشية واللحوم المجمدة. وكانت أوكرانيا أكدت أنها قررت الحد من تصدير عدد من السلع الأساسية المهمة والمواد الغذائية التي تم إنتاجها في البلاد. وتصدر روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح والشعير في العالم، كما تعد أوكرانيا موردا رئيسا للذرة، ويساهم البلدان بنسبة 75% من صادرات زيت عباد الشمس عالميا. في وقت سابق حذر صندوق النقد الدولي من تأثير بسبب الأزمة على الاقتصاد العالمي، متوقعا تقدم أوكرانيا بطلب للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع. وذكر صندوق النقد الدولي في بيان أنه يجري محادثات بشأن خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة. وأضاف أن الأزمة الأوكرانية أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وفرار حوالي 1 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا. وقال صندوق النقد الدولي إنه في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد تجاه التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى تكون خفيفة على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا إي بي على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.